تبلي نجوم غيشاركوا في مغامرة جزيرة الكنز. اليوم غتعرفوا على أبطال هذه الحلقة. وقبل ما نتعرفوا عليهم بعض المؤشرات على أول متسابقة. المؤشر الأول كتشوفوها في الصباح في التلفازة. المؤشر الثاني بطلتنا سفيرة القفطان المغربي. المؤشر الأخير هذه المشاركة سبق لها شركة في جزيرة الكنز، هي ليلى حديوي عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزية. ودابا مؤشرات على ثاني مشارك. المؤشر الأول هو مغني قناوي. المؤشر الثاني بطلنا ولد الحي المحمدي. المؤشر الأخير هو مامريج. واش عرفتوه؟ أساسي ضمن كيلو القراية راها مشات. هو باري، المغني اللي كيمزج بين إيقاعات مختلفة واستطاع يخلق ستيل خاص به. هذا الفريق غيكملوا مراد متوكل، الصحفي والمعلق الرياضي اللي غيخلق حماس فريد، بالإضافة لغيتا وياسين. دابا عرفتوا أسماء كل المشاركين في الحلقة ديال غدا. كاملين غيبدلوا كل ما في جهدهم باش يحلوا الكنز ويجمعوا أكبر مبلغ مالي ممكن. مغامرات كتحبس الأنفاس غدا بالليل على دوزيم. والله يا سيدي الله 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 الحكمة مشات يا سيدي.